يمر النازحون الفلسطينيون بظروف صعبة وسط الأجواء الباردة وعدم توافر مأوى، كما يعاني الفلسطينيون مع استمرار الحرب في قطاع غزة من نقص المواد الأساسية والغذاء. وسط الأجواء الباردة يعاني النازحون الفلسطينيون من ويلات العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث يعيشون دون مأوى مع عدم توفر الماء والغذاء الكافي. ولا شادر ولا بطانية، جينا مشردين من بيت اليحيى وما معناش ولا حاجة، ولا مأوى ولا بطانية ولا فرشة، وهينا تحت الساقعة زي ما انت شايف. وهي بنقد الشرايط بنقد النار، فيش حطب ولا في مي، حتى المي نشطف في الشي نتوضى في الشي. يرتجف الرضع والكبار في الظلام دون أن تجدي وسائل التدفئة البدائية كإشعال الحطب والنيران نفعا. والله العظيم بنخاف، أولاده بيخافوا، كل ما يسمعه هو بيقول يا أبوي إحنا في الخلا، إحنا في الخلا. بقولهم بعين الله يا أبوي وين بدنا نروح؟ المدرسة هات الوكالة مع بي ناس مليان مزحمة، وغير نصبوا لنا خيام، والخيام ما نصبوها اولاد اهل الخير، نصبوها لنا اربع خشبات وفيش شوادر لنا. بقولوا بدنا نجيب شوادر وبيضحكوا علينا، لنا هلقيت اسبوع واحنا تحت في الثلج، والله اولادي هي عمرها شهر، هذه البنت عمرها اربعة اشهر. بنعاني والله في السقعه، بترجف راجف في السقعه في الليل. رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر من مكان لآخر، فالرامئات الآلاف من النازحين من الموت بالقصف إلى الموت البطيء مع عدم توفر الاحتياجات الأساسية ومقومات الحياة الطبيعية. رحنا على الفخورة، قعدنا فترة في الفخورة، صاروا يرمونا مناشير إنه المأوى اللجوء اللي انتوا فيه، المكان اللي انتوا فيه مش آمن، اطلعوا على مكان آمن اللي هو في الجنوب. رمعوا لنا غاز، قصفوا على المدرسة. المهم طلعنا، رحت على النصيرات ألف، قعدت فيها تقريبا مش شهر على الفاضي، برضو رموا تهديدات، صار يفجروا طيارات انتحارية في المدرسة، قصف غاز فوانيس، وجينا هلقيتها هينا هنا. ظروف قاسية وحياة صعبة يعيشها الفلسطينيون مع استمرار الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مع تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.